السلام عليكم. اليوم راني متواجد في الحديقة الخلفية تاع قصر الثقافة مفتي زكريا بأعالي العاصمة، يعني واحد المكان رائع جدا، كتير فيه يعني غابة وفيه مناطق غناء يعني بالطبيعة، وعند تعطينا مناظر رائعة على خليج الجزائر، ممكن نشوف يعني القبة، جزء من القبة والعناصر، مكان رائع. وسوف نذهب في زيارة إلى قصر الثقافة، نروح نشوف الفيناء من الداخل، وكذلك نشوف الهندسة الرائعة تاع هذا المبنى. والسلام عليكم. السلام عليكم. اليوم رانا في قصر الثقافة الداخل، ورانا نشوفو هندسة معمارية رائعة، حبة دالو يعني جينيراليز هذه
نوع من الهندسة، هذا الطراز هذا يعموه على البنايات الجديدة، يعني في العمران، يعني في البلد، حتى هايلة وجميلة، ما فيهاش قصة، ما فيهاش بزاف يعني لي موتيف، حتى سامبل، يعني سي دو لاركتيكتور نيو موريس، ما شاء الله، جزائرية 100%. خليكم على الفيديو، والسلام عليكم.